وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية في غزة. منذ 8 أشهر وهذه الجماهير تتواجد في هذه الساحة نصرة لغزة والقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه. في بيان لهذه الوقفة يدينون الجريمة بحق النازحين في منطقة رفح والذي صار ضحيته العشرات، ويدعون المجتمع الدولي لوقف هذا النزيف، نزيف الدم بحق أطفال غزة ونساء غزة وأبناء هذه المدينة التي تدافع عن نفسها. يحيون أبطال العالم الذين يقفون إلى جانب قطاع غزة، ويحيون من يقفون في الوقفات وفي الجامعات مع سكان قطاع غزة، ويدعون الدول المجاورة لقطاع غزة للوقوف وقفة جادة مع القضية الفلسطينية وفك الحصار عن غزة وأطفالها. هذه الجماهير إذا تستمر في محافظة مأرب وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وجانب القضية الفلسطينية، القضية العادلة التي تدافع عن نفسها. خليل المليكي، قناة المهرية، مأرب. فإننا نستنكر موقف الإدارة الأمريكية المستميت.